Ayman Selhani, inchallah, on va faire une collaboration. Et Anna, je suis vraiment ouvert à toute proposition. Il a quand Aziz Ali, l'artiste, quand il m'a collaboration. Il a un feeling qui douze bien maintenant, un feeling, donc pourquoi pas. مش في اوفر ات بروبوزيسيون. كنت عارف بان الاغنيه هذه تلقى نجاح ماشي بهذه الطريقه هذه، مي بون كنت عارفها بانها غادي تلقى نجاح. ما كنتش كنعرف بانني غادي نكون من اللي نوميني في مروكو ميوزيك وورد. تحت في جروب اللي هو شويه جروب اللي فيه غير الفنانين الكبار وغير الاغاني الزوينين، دوزيس، عبد المجرد، كمال، زهير بهاوي. دونك ان شاء الله نتمنى نكون من الناس اللي غادي يروبورتيو هذا الورد هذا. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.